الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. وكتاب جني صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وعين كل جلني أركان دي صلاة ركني ركوع دايين كل جلني أذكار الركوع ركوع دا أذكار تهي الدعوين كاللقوا آخر استوى. وكان وحوى النبي صلى الله عليه وسلم يقول مدي لهذا في هذا الركن ركني آياتير كصلاة كمدا أنواع النوعيال من الأذكار ذكريال إيا والأدعية الدعوين تارة مر بهذا كاس أيورني وتارة مر بهذا كاس أيورني. واحد سبحان ربي العظيم أيورني ثلاث مرات صدح شير، وكان أحيانا مرن وحا يكررها سبحان الله سبحان ربي العظيم مدع العليا أكثر من ذلك أنت وحكبضا. وبالغ مرة مروى كحيان ليراضي في تكرارها كوع العلين هذا في صلاة الليل صلاة هبينك حتى كان ركوعه إلا ركوع ذي سواء نغطي قريبا مذن من قيام ساقيسي. وكان وحنها يقرأ فيه قيام كي ساقا متكو أغريا ثلاثة صور من الطوال صدح سورة سورة دادير كمذا البقرة سورة البقرة والنساء هي سورة النساء وآل عمران يتخلل وحال وليب الإحقالي دعاء واستغفار كما سبق سير ومصور مرتي في صلاة الليل صلاة هبينك. وعوش أقول لي هاي ركن الركوع دا أما تير كان تيرانك صلاة كم ذا ركوع دا مركو كتشير النبي صلى الله عليه وسلم وحورا انشري نعيالك لقدسان وأذكاري يحس إلهي إيا النعيال دعوي له كردوان مركا وحول يا شيخ مرنا كاس يورني مرنا كان يورني إلى تضبع ذكري وكوى النبي صلى الله عليه وسلم كوى خريج ركوع العيون وصوقاتي مركا شيخ وحول يا هاي موكل من شريري مربى مدى يوكوى خريج شريري وأنا أريد مركز إمام النووي يسمو وحو كتك يا واري علماء دورت أريد أن يسكو خلافينو أذكارتن إلا تدوضها صار أورتي يا أذكارها كرايا كصار أوريبا أما سيد عور استفتاح يا مسومريني أما تسجود أوكري ميا لكل مينا يا يوم مربع لوضونا يا مسوى مدبا مربع لوضونا يا إمام النووي وحاو كتك يا أذكار كسين هربا وصو شاقني إنو أذكار تا جمعين يلمان تو هدي سورتا قلو تاي وداخرين أيو سيدة أذكار تا كري أبواب تا كربا أي لمي تهي صديق حسن خاني سنق وحاو لاي هيسان شيخ الباني وهلا كنك أيو ياتي هذا بمرة كامر أيو الله مريا وبتلك أخرى تكرن مركا تكرن مركا يورا يا واحد دليله الله يين رغني كان يكو ذا جمعين شرين من شرتو النبي صلى الله عليه وسلم حضب مد أيو له يكو حس شرين لكن ده وح صار ورتاي روني الركوع ذا يلو هذا ديرين شري سير حد ذا كوارك دانه مركا على ما ذا رد مد مد بالآخر يا وحي لين أنتو مد ورتابو مد ذا كوع العلني هذا هو مركز طريقة الشيخ النووي يرفع عننا سيدا وليبا علمك خلالا دي اي حوشين ايانا وحاوة ديرين داس وحاكو اخرين اي مرة يساوني اذكارتي انو ولا اخريو مركز الله بدا علمه دوي الهدي ديري يكو بدا وحاوة سبحان ربي العظيم وحا حمان كنسا ربي ايجي وينا ايو رضي ثلاث مرات صدح شر ايو رضي أريد أن أحولنا يا إمام أحمد يا أبو داود يا ابن ماجه يا طارقود يا الضحاوي يا بزار يا ابن خزيمة أي ماذا طوران يا معجم الكبير يا كورنا يا تضوى صحابة كم ذا أيها اللي قورنا يا
مركا صدح جير انه سبحان ربي العظيم ورن جري ايي مركا كو عضهي مرركا قار كودنا واعل علين جري لا اكثر من ذلك انت واخ كبدن ايو علين جري او شن جير يا سغال جير يا كوبي تون جير واخ كبدن ايو كو علينيه تانا واخا لا فايديسنيا يا حديثة المامة يسأين القيام كيسة هي الركوع ديسة هي السجود ديسة هي سليكان شليف هي اللي قبع يديسان هي حديثة سيقارة وصريحة يوعى ديني يمجره مرنا وابكو حيال ليرا ديمون العلين دي سبحان ربي العظيم وكو العلين اليوم حل سنة الليلة هيد إلا يو أي ركوع ديسة وبدأ واتي قيام كيسة يساقيسي ركوع ديكو الرئيب فالهدنا وفرسو قيام خاسنا دعوا حكوا أغري صدح سورة دادير سورة البقرة هي سورة النساء هي سورة آل عمران يكوا أغري قيام كي أنت استعجي أنت سورة دوكوا أغري سورة دادير إن لك أيها الدرج سرع ولمن واحد جيس صدح هذا سورة داد دعوا حسود حجري دعاء الله مريو وحسود حجري استغفار ما سود حجري سيد سنة الليل كأن كسر مري وكان وحى النبي يقول من هذا في هذا الركن رون يا ركوع ذا انواع النعيان من الاذكار والادعيه اذكار ادعياء تاره مر بهذا كاس يمرك اوربي وتاره مر بهذا كا واحد سبحان ربي العظيم يرى ثلاث مرات صدح جير وكان احيانا وحى مر يكررها من العليا اكثر وحكه بدل من ذلك صدح ذا جير وبالغ مره مره واكو حلير في تكرارها على العلين دي في سنة الليل وكوع العلين أيوب حتى كان الركوع إلا ركوع دي سؤال نقطة النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من قيام يستاقي سميد له وكان وعا يقرأ في قيام كان يستاقي على متكو أخريا ثلاثة صور من الطوال صدح سورة ذاكوا بادير البقرة والنساء والعمران يتغللها حال ولما سورة ذاها رسولح قير أيوب دعاء برية واستغفار ودبيد أفضرب كما سبق في سنة الليل سين وقصور مرتين اثنين سبحان ربي العظيم وبحمده أيوة رني ثلاثة صدح جير ثلاثة سبوح قدوس هو إلهي سبوح أمان ذاته سبوح وحتى مدمر كأن زهنان بضن قدوس روضه الرام بضن رب الملائكة والروح ملائكة يمل كل جميع ربي وضعياته سبحانك اللهم إلهي أربعة سبحانك اللهم إلهي ونزهنان باكو سوناتي وبحمدك واكو نزه يا أريوكم هذين لينا اللهم اغفر لي إلهي ويد من داف وكان يكثر منه وانا بلسنجري كم في ركوعه وسجوده يتأول القرآن حال القرآن كأولا القرآن كل أغميهم ديقري قال بادوح ويا سبحان ربي العظيم وبحمده وكي هرو وبحمدها إلا سعطون كان واحد وريني أبو داود يا طارقودني يا أحمد يا طبراني يا بيهقي أيه وريني يا كلاماتنا كصديحاتنا واحد ويا سبوح قدوس معناها سبوح قدوس واحد ويا كان نقصان سبوح واحد كان نزهان يا مركا نقصان يا شريك يا واحد روح بورين أردن كان نزهان يا كيف قوي قدوسنا واحد ويا إله مركا طهرا واحد قصو مركا روح بورين خالقا كإلهي مركا يسو كظاهرا كظاهر كأوي مركا صبوح يا قدوس واسفوي كإلهي كمدهين أما صبوح مصبح مثل النسها أيات إلهي وقدوس مقدس من مركا لطاهريو أيات أيو مركا يعني طهرني سي مركا نزلان دي سوى الله الشيقوي أنت أدو صبوح قدوس باتي أما هو إلهي صبوح قدوس وي رب الملائكة ملائكة رب قد وهي والروح هي ملك الجبريل ملك ملك الجبريل وحقار لوغو حصيا قيمها هي فضي وملك كل هي ملائكة كلا هي ملك قار لوغو حصيا كان واحد ورينا يا حديث يا إمام مسلم يا أبو عوانا يا ورينا يا ديري أفراد وحرنا يا سبحانك اللهم إلهي ونزهنان يا كسوراتي وواكو نزه يا يحمان بان كان يريني وبحمدك ما هذين تادانو كلهم اللهم اغفر لي إلهي ويدا من داف بوران ولمن أواب سنشري ركوع ذا سجود بواكو بد سنشري أو ركوع سجود ون إلهي لقو بري حتى ركوع ذا إلهي لقو بري أيام مركي حديث يا ركوع قادان اللهم اغفر لي بو مركي ركوع ذا كورا لي
يسجود به مركه وسيدا ليه سبحانك الله وبحمدك اللهم اغفر لي مركه ليه وهو يتأول القرآن بمعنى القرآن كأيو كلك ميا وحي إلهي وكفر أيو أولانا يا أيو كلك ميا ويا إلهي محني فصبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا نزه ربك أما هدين دي سادي وكل هند مناف نوي دي سو إلهي متو مدقبل بضان أيو هذا تاس أيو مرها كلك ميو فلني سبحان ربي العظيم وبحمده أيورنا يا دين يا لبد ثلاثا صدح شير أيورنا يا نبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة سبوح قدوس رب الملائكة والروح أيو أيدنا أورني سبحانك اللهم ذكر يا رب سبحانك اللهم إله يوم نزهنان أي أقص ولا توك نزاهي وبحمدك أن يوم حدين تهدنا وضع اللهم اغفر لي إله يوم داف وكان يكثر منه وابد سنشري ذكريا في ركوعه وسجوده بوكم السنجري يتأول حال كلهم ما القرآن قرآنك خمسة اللهم لك ركعت إلهي وذي أنكو ركوعي وبك أممت وذي أنكو رمي ولك أسلمت وذي أنكو هكاسمي أنت ربي أذو ربي قيباتي خشع لك سمعي مقل كي أكو خشعي وبصري أرقيق ومخي نوحيق وعظمي لفديد وفي رواية وعظامي لفهيق وعصمي سيدهي عروق ديد وما استغلت به إيا وحاي قادي كوريا شيء قدمي قمديد لله رب العالمين اللي عالمين ربي قودها أي مركا وخشوعين اللهم لك ركعت إلهي وذي أنكو ركوعي وبك أذيوك لي أمد كرمي ولك أذيوك لي أسلم دكوه قاسمي وعليك أذيوك لي أكون أن توكلت صلصت على سارتي أنت ربي أذو ربي أيها طيب خشع وحا خشوعي سمعي مقل كي وبصري أرقي ودمي لي كي ولحمي هرب كي وعظمي لفظي وعصبي السيدي حكمهي لله رب العالمين سبحان ذي الجبروت والملكوت وعرني وحا حمان كما سهم أليه مركا قسم الده إيا وحو دور مركا إساق صاحب تصرف كالهاية مركا وحو سرتاقي آنو تشرين والملكوت هي مملكة حيش الدير او مركا كوغن مامولا يوكو تصرف ايو والكبرياء هي كبركة والعظمة هي ويندا وهذا كاسا قاله في صلاة الليل صلاة هبينك ايو كجري دقري الشراب وحولنا يا نبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك ركعت الهي واذيك كلي ايوما كورك عنه لك هذا معمول كان له الرئيسي آيات الماضيسة بركا إلهي ينبع الله ركوعا إذك لو مدح الله قلنية مجل دساد رادد أيها هداد قب سلام إيسان مركا كفر استان إحنين إن مركا ميسي ويساقا ما بلسي وان مركا سلام إيسان أيطاي هذه هي ركوع بين الرئيسة هذه كلية أيان كرمي ولك أسلم دو هذه كلية أيان كوه قاسمي أدو ربي قيباتي معناها أبو رهيي ما مرهيج أرزاقه يج كمر كاي ربينا يج أيها طاي وحقوق شوعي مقل كيج يا أرجيج ومخي نوحيج وعظمي لفظ الرواك العظامي وعصبي يا سيده يج يا مركا عروق ديلا مركا سيدا سيوك له سيارة مخي نوحو سيارة وحهايا أدوش كسي هيا نوحو حوي والله لفها واحد يسوسها يا رواس يا ضها يعني أنت أصلا مركي أكوخ شعري مركي واحد ويد وشرك يسي أردن يا أكوخ شعوي هذا لو عل ومس قلت به قدمي هي وحي يا حمارتي أما بكرفولي قدمي قمدي إذا أما قدمي إلا ما إذا قمدي وحي قاضي كسر يا شركة يدي سكرونا أما مركا ودول ساري هاي شركة يعني قول لي يقول ماذا يحي دول سارا أردن أياوك شعي لله رب العالمين ألا عالمين درب يقول ذا مركا هو تعميم بعض تخصيص مركا وروح يا رقا رب على الصوت شاكي حتى لو حاي قمدوها أما اللقوها إيقاذين دواء شركة انتي سيكرونا انتي لصوت شاكي أيما حتى عموما مركا لو شاكي حديث قال إمام مسلم يا أبو عوارة حاوية طارقودني أيا وريني ذكري قال لي حاد وهو يا اللهم لك ركعت الى وذا قر ركوعي وبك امنت هذه ان كرمه ولك اسلمت
وعليك أديو كريم أنت وكلت إلهي وتلصرت له رماي وليبت أنت ربي أدو ربي جي ما مراه جي أبو راه جي ما رجع جي رزق جي ياتي خشع سمعي مقل كي وبصري أرجي ودمي لي جي ولحمي هرب جي وعظمي لفظ إذا وعصبي يا سيد إذا يا عروب إذا لله رب العالمين أيوه الشعير ديري تضباد كاسنا وحورني إمام نسائب السنة سحك ورنيا كتضباد حرنيا سبحان ذي الجبروت والملكوت وحمان كم زهم نقصان كبير الله ذي الجبروت قسم الله إيا وحود رسعود سين ديسا استقولها عيد سرطاق إيسا ما ملكي سيسعود سين ديسا آنيت المركة من الجبري أو بمعنى القهرية أيو كي موا مبالغة يكو حالي راشو كي مركة سعود سين دا وحود دورية قسم الله يعني هذا كأقود ما يسكى قالي وي ملكوت كنا ومن الملك أو تصرف جي يسوع مرجع كي ملك جيس يوحى الله يهيا ده كون قرنا يسوع سير لما يسكترن وجود تصرف جي أيه كذي ينتهي والكبرياء والعظمة هي مرجع كبير كي وين يسوع سكرها كان يوحى رنا يي في سنة الليل مبديه جار رنا يي سيد أبو داود ينسي أي ورنيا خمسة الله ملك ركعة طورا إلى هذا كورك وعيوبك أمنت أذي أنكر بي ولك أسلمت أذي أنكوها قاسبي أنت ربي أدو ربي قيباتي خشع لك وحكو خشع سمعي مغل كي وبصري أرقي وموقي نوحي وعظمي لفضي وفي روات وعظامي لفهي وعصبي إيا سيدي إيا وماكي استقلت به عيقاضي أما دلصارا قدمي أنا يلوبت إذا لله إله يخشع رب العالمين عربين ترى بيجوا ذا هاي يسوي كير بين يي إما مولى يي أبو ريا يسوي سير هاي رزقها ستة ديري لحد الله ملك ركعت إلى وذا كور وعي وبك أديو كلي أنا من تكر مي ولك أديو كلي أسلمت كوه جاسمي وعليك توكلت وأديم قتلا صارت أنت ربي أدو ربي جاي باتاي خشع وحق شعي سمعي مقل كي وبصري أرقي ودمي لي كي ولحمي هلم كي وعظمي لفضي ذا وعصبي سيدي لله رب العالمين سبعة سبحان ذي الجبروت والملكوت نسأل أن روح يوسف ناطي إلى مرجع قسم ذا يسعد سين ذا وحضانه هي ملكوت كي مية تصرف كذا ما يسكتران لها يسقو صاحبك والكبرياء يوين يسكبرين ذا يكبر كي والعظمة وين ذا وهذا قاله في صلاة الليل بكار كجد إطالة الركوع وركوع دارين تيدا وكان صلى الله عليه وسلم وحا يطيل من يجعل خيالا ركوع وركوع ديسا وقيام ويستاقيسا بعد الركوع ركوع ديستاقي وسجود ويسجود ديسا وجلسة ويفنيس ديسا بين سجدتين لبس ودحض فريساليو قريبا كوردو من السواي سناشو كوردو ايه حاين حديث قال امام البخاري مسلم ايه ورين ايه هل قبول حين وقال دي اشياء وين ركوع دالله دير ايه وحلو الله ايه وحوها النبي صلى الله عليه وسلم من دير ايه اوكي الى ركوع ديسا ايه قيام كي يستاقى ركوع دا كدام بيه iyo sujuuda marka mid hor iyo mid daba ka taayba iyo fadhiga u dhaxeeya laba sujuud ba qariiba min aswa kuwa isu dhaw ayuu ka dhigay oo sibu marka wada dheereeyay marka ciidaalka iyo juluuda fadhiga laba sujuud u dhaxeeya in isagara la dheereyn kara ayin marka xadiidka ka qaadanayna halka shaaficiyadu marka ay qabaan de marka qowlkooda aad harka إنه مركع لبرق نيو قصيرين أيهين لكن أي موا وينو شفعي ذكر سيد التمام الدورنا أيهين لبرق نيو دادير يهين دورنا أيه وكان صلى الله عليه وسلم وحا يجعل متكيرا ركوع وركوع ديسا وقيام ويستاقيسا بعد الركوع ركوع ذا خدم بيه وسجود ويسجود ديسا وجلسة ويفن ييسا بين السجدين اللي بس سوالي حضو فريسان ايو قريبا مدنو من السواي السناشاء كوونو بيهاي بس يوم بيهاي النهي عن قراءة القرآن في الركوع وانهي يديد ما الذي يدي قرآن لقو آخرية الركوع دا وكان وعا نبي صلى الله عليه وسلم ينهى مديدا عن قراءة القرآن قرآن كو آخرين ديسا في الركوع والسجود
بقول يسجد لجو آخر يوم وكان روحا يقول مدير هذا ألا هي وإنني نهيت والديري أنا أقرأ القرآن قرآن هنا نخريه راكعا نحن لنا من ركوع سن أو ساجدا من سجود سن فأما الركوع هذا فعظموا فيه الرب عز وجل ربي كوين أيام وأما السجود سجود مياه فاجتهدوا حكود ذاشا في الدعاء دعاء فقمنوا وحا مرقى حقيقة أن يستجاب وأما السجود سجود مياه فاجتهدوا كود ذالة في الدعاء دعاء كود ذالة فقمنوا وحا مرقى مضن أما حقيقة يستجاب لكم إن ليدين أجيب أيام حديث قال وحا ورين يا مسلم يا أبو عوانة أي ورين يا القوع شاقنا وقال يا إن الله قرينا ملا نهيي القرآن لقو آخر يوم ركوع ذا وعن الله يا النبي صلى الله عليه وسلم وحا مدي ذا إن قرآن قال لقو آخر يوم ركوع ذا يسجود نبي صلى الله عليه وسلم رد هو دين شري وما قرين سيما مسلم يا أبو عواني يا ورين أيام وحنو همدي لهذا وحن ليدي لي إن القرآن كآخر يوم أنا يقول ركوع سن أما سجود سن لماذا حالة القرآن كينا نقرية والليدي لي حتى أذكارت مركة دي قرآن كأما أدعيد قرآن مصارة مهبونة أذكارت مركة هل كاونا وقصوا الشيقية فراها بضليد يكون سجود ونو شيء دون الله لكن أذكرت مركا قرآن قصارت أما تعيد قرآن قصارت كم حبورا هذا مر هذه قرآن كين ركوع ذي سجود مركا الله آخر يا الله دي محل الصبيان يا وعلى ركوع ذي إذا ربي وين أيه ده سبحان ربي العظيم أي أيه ذا الله رضي يا أي أذكرت أكره يا أي مركا صامرني أما سجود مياه فاجتهدوا في الدعاء أي الدعاء ده كنت ذالبا النبي صلى الله عليه وسلم وحا حقيقة هم مضان إن ليدك أجيب أيها ليدك أقبل أيها وحا وهي دعاء ده كنت ذالبا النبي صلى الله عليه وسلم وحي راشاك أدوان كمركو ربي يقول له يا مركو سجود سيحي مركا الدعاء ده بتصدى أيها النبي صلى الله عليه وسلم إن ليدك أجيب أيها حقيقة ولكن أركض دونا يا أذكر تبرع كسر أرتاي سجود أيه وحلا جود عيسر أيه وينوكير دورا شيخ ويا أيه مركا كبدن مركا إنتم أو إلا لبيه تبر مركا ذكرى مدعاء أيه وينوكير دورا يا سجود مركا أساسا لجود عيسر يا أذكر تلا وآخر سريع أذكر تنا والله بقى يبغون ما يقسم من دعاء مسألة هو دعاء كاتوس كلو يسمينه هو دعاء تمجيد ودعاء مركا أما أذكر مركا إله إلا هو أمانة يو الله هو شرف يو تعال بدي هذا يدري دعاء بكريتي مركا إله يشرف ده أمانته يا مركا وراك لما أنت يا داق يا واحد يسوي رأي سنة يوم هذا ذو قرتو وحوى يا دانو سامي هو باهنا عيانه أيه كان ينتهي مركا مذا توس وحوى يدي سنة يسو يا مركا ميدات كو امان ايسو ايلي وحو يديسونا لبداس يومي القرية وكان وحو ينهى النبي مديدا عن قراءة القرآن القرآن قاقل انديسا في الركوع والسجود الركوع دي السجود وكان وحو يقول مديرا هذا ألا هو يأي وإني أني ينهيت وحا اللي يديدي أنا قراء القرآن القرآن كينا نقرية راكع عن حالنا يو ساجدا أما أني يسجود سن فأما الركوع ركوع دميا فعظموا فيه رب عز وجل ربي كو ويني وأما السجود سجود مياه فالسيد في الدعاء دعاء كد ذلك معناه ركوع ذا موال لقد دعي سريي والله مغفر لي بعد دي كتلتي إيه وحوهي الدعاء ذا حلقة وقبه ذنه مركة اللوبة هي الدعاء ليرادة إن لقد دعي سو وسجود فقمين وحقيقا يسجاب لكم إن يعني ليدك أجيبه أيام مركة حقيقة أما مضان أولو هدا حلقة سلاحيكم مريداني وحوهي سلاح كد دعي سو الله أعلم درس وعلى هالكين وجوه.